لمتابعة آخر تطورات المشهد السياسي في العراق ولا سيما قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكذلك النائب ليث الدليمي. معنا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل. مرحبا بكم أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياكم الله. هل يمكن القول أن إقالة الحلبوسي في هذا التوقيت يعني تأتي في إطار التصفيات السياسية التي تسبق انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الشهر المقبل؟ الناظر لحال الأطراف السياسية المحسوبة على المكون السني أنهم لوازم تكميلية في العملية السياسية، وبالتالي انتهت ورقة الحلبوسي والتنازلات التي قدمها للإطار التنسيقي وللمحور المرتبط بإيران. ربما جاء من قدم أكثر تنازلات منه، وبالتالي هذه الورقة ينبغي أن تذهب أدراج الرياح كما ذهب غيره من سابق عهدهم من رؤساء برلمانيين ومن تنفيذيين كطارق الهاشمي كسليم الجبوري الذي أقر قانون الحشيد وكغيره، وبالتالي هذه صفحات تطوى بعد انتهاء المدة أو اللازم الذي جعلهم يترأسون البرلمان وفق التنازلات التي قدموها. أما من ناحية هل أن هذا هو قانونا جرى عملية المحاكمة أم سياسية؟ بالتأكيد هي تصفيات سياسية، لأنه كثير من المغالطات التي ارتكبتها هذه المحكمة، والناظر إلى عموم العملية السياسية يجد أن المحكمة الاتحادية وعموم مجلس القضاء والقوانين النافذة تتحكم بها الإرادات السياسية والإرادات الدولية والإقليمية، ولا يمكن لهكذا قرار يحدث في هذا التوقيت دون موافقة السفارة الأمريكية والإيرانية. وبالتالي هناك أيضا يعني أمور ليست بالقانونية ارتكبتها هذه المحكمة، أن الحلبوسي لا زال يمتلك الحصانة البرلمانية، فكان يفترض أن يتم انتزاع الحصانة حتى يتم النطق بالحكم، أو أن القضية التي أدين فيها تتحول إلى المحكمة الجنائية وبالتالي يخضع إلى تحقيقات. سرعة القرار تؤكد على أن المحكمة خضعت لإرادة سياسية بتوافق دولي وإقليمي بشكل واضح تماما، ثم أن هذه القضية تعود بنا إلى مرحلة مهمة، أن تسريبات المالكي التي ظهرت للعلن بدأت تنفذ على أرض الواقع، ولذلك هي تصفيات سياسية من أجل الوصول إلى أشخاص آخرين يقدمون تنازلات أخرى وبالتالي يستخدمون مرة ثانية للوصول إلى أهداف معينة. هل سيكون ما حدث الحلبوسي عبره؟ هل سوف يستفيد برأيكم من يأتي بعد الحلبوسي ممن يمثل هذا المكون ضمن المحاصصة الطائفية طبعا ليعي هذا الدرس، أم أن الهاث على المناصب يعني سيعمي البصيرة والحكمة في هذا الجانب؟ يعني هو منذ اللحظة الذي تم الإجهاض على طارق الهاشمي كان هناك دعوات لأن يتعظون هؤلاء الأطراف السياسية، لكن كما تعلم أن المناصب أغلى لهم من أي شيء، وهؤلاء عندما يقدمون تنازلات مخلة حقيقية بالواقع الذي يدعون تمثيله ويفشلون في إيجاد حلول حتى لو كانت ترقيعية، يؤكد أن هؤلاء لا يمتلكون مبدأ أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هؤلاء يقدمون قربانا ولا يهمهم، المهم أن من يأتي متحصنا على منصب يستفاد منه ماليا وبالتالي امتيازات شخصية، لا علاقة لهم بمشروع يمكن أن يناضلون من أجله، أو أن الادعاءات التي كانوا يقولون أننا جئنا نخفف عن ما يجري من استهدافات مذهبية والطائفية بحق المكون السني، وبالتالي هذا المشروع الذي نحمله يحتاج إلى رؤية للمشاركة السياسية. حتى هذه القضية هم فشلوا فيها لأنهم حقيقة يلهثون وراء مناصبهم الشخصية ومنافعهم المالية تحديدا، وبالتالي ترى أن هؤلاء الذين يذهبون بهذه المناصب ويركضون خلفها تراهم يزدادون ثراءً للوصول إلى مرحلة الهروب من الوطن
والهروب من العراق بما حصلوه من مال. لذلك عندما نرى أن الإقالة يوم أمس واليوم بدأت حراكات سياسية بين هؤلاء الأطراف لإنتاج شخصية تتحمل مسؤولية منصب رئيس البرلمان القادم، يؤكد أن هؤلاء لا يتعظون ولا يفهمون ولا يعلمون أن الأدوار تأتي عليهم تباعا. والدليل بعض هؤلاء الوزراء كرافع العيساوي وغيره يوم أن كانوا يتقاتلون وبينهم مراحل من الخصومة مع المالكي، رجعوا طائعين إلى عباءة وإلى بيت المالكي، يعني طاعة عمياء، ولذلك الآن ينسقون ويحضرون مع السفير الإيراني بشكل علني وواضح. هذا يؤكد تماما على أن هؤلاء لا مبدأ لهم، والمنافع الشخصية قد أعمت عيونهم، وبالتالي يلهثون خلفها ويريدون تحقيقها. ولذلك تجري اجتماعات اليوم عميقة بين بعض الأطراف السياسية لتقديم سالم مطر لرئيس البرلمان، وآخرين يريدون تقديم مثنى السامرائي، وآخرون يريدون تقديم خالد العبيدي، وكل يذهب لحسب المصالح الحزبية للأجنحة المسلحة للميليشيات والفصائل لإقناعهم بنفسه وأنه سيكون خادما مطيعا للمشروع الإيراني. هذا كله حقيقة يؤكد على أن هؤلاء قد غاب عنهم العقل تماما، ولا يمكن أن يرتجى منهم أنهم يتعظون أو يفكرون بما يجري، وأن الأدوار القادمة ستنفذ عليهم مرة أخرى. أيضا سيد عبد القادر نايل، يعني ما حدث يدعونا إلى الحديث أيضا عن دور القضاء في العراق. برأيكم ألا يثبت ما حدث أن القضاء في العراق يعني مشارك في هذه المعادلة السياسية الطائفية، وهو بعيد عن استقلالية اتخاذ القرارات بشكل نزيه وقانوني؟ أولا، هذه المحكمة على وجه التحديد هو اختارها البرلمان ضمن محاصصة حزبية وطائفية. اثنين، الناظر لبعض القضاة الذين نطقوا بأحكام معينة لصالح كتل سياسية، بعد أقل من 30 يوم وجدناهم إما وزراء أو أعضاء مجلس النواب. هذا يؤكد تماما على أن هناك ليس يوجد في العراق فصل بين السلطات. لو كانت القضاء والمحاكم بعيدة عن التسييس والقرارات لكان هناك قرارا مشرعا بأنه لا يجوز للقاضي كان وجوده بوظيفته أو بعد التقاعد ممارسة أي عمل سياسي. هذا حقيقة سيجعل من القضاة يتراجعون والأحزاب السياسية إلى الخلف. لكن بعدم وجود حصانة للقضاء تبعدهم عن الملف السياسي يؤكد على أن الأطراف السياسية قد خضعت لها هذه المجالس والمحاكم بشكل واضح، ولذلك القرارات مسيسة بشكل علني وواضح، بدليل على أن بعض الأحكام التي صدرت على بعض السياسيين يوم أن تراضوا مع النافذين كالمالكي وغيره بالواقع السياسي العراقي، تجد أن هذه الأحكام بين ليلة وضحاها قد رفعت عن هؤلاء وخرجوا براء ورجعوا يمارسون حياتهم، بل يمثلون حصانة دبلوماسية ولم يخضعوا لا إلى تحقيق ولا إلى تعذيب كما يجري على العراقيين من انتزاعات اعترافات بشكل واضح. ولذلك لو كان القضاء أيضا غير مسيس، 42 ملف كامل جاهز على نور المالكي، وإلى هذه اللحظة لم يحقق مع نور المالكي. تسريبات المالكي إلى هذه اللحظة وهي أقدم من توقيع الحلبوسي أو تزوير الحلبوسي. صحيح. لماذا لم ينطق القضاء أو المحكمة الاتحادية، ولماذا لم يتم إفصاح الشعب العراقي عن ماهية الأحكام التي تتعلق التسريبات والتورط بأحداث الموصل أيضا بالنسبة للمالكي؟ كل هذه القضايا يغيبها القضاء. صحيح. لكن عندما تكون هناك جنبة سياسية على شخص يريده الإطار التنسيقي أو يريده الفاعلين السياسيين المرتبطين بالإيران، تجد أن القضاء بين ليلة وضحاها يتم إصدار الأحكام بطريقة سريعة وعجيبة. لماذا هؤلاء الأطراف السياسية مصفى بيجي؟ لماذا القضاء لا يستقبل مغيبي عوائل مغيبين الصقلاوية ليشهدوا أن هذا العامري بشكله وبرسمه وبصوته وبصورته كان موجودا ووعد عوائل الصقلاوية بأنه سيعيد أبنائهم بعد التحقيق؟ لماذا لا يسمح لعوائل الصقلاوية بإقامة الدعاوى؟ نعم. إذن هناك ملاحظات جسيمة على المحاكم بشكل واضح، والقرارات مسيسة أيضا وهي معلومة للشعب العراقي. في سؤال أخير سيد عبد القادر إن سمحتم، هل تتوقعون أن نشهد في الأيام المقبلة
تداعيات سياسية أكبر مما حدث على غرار ما حدث طبعا لقرار إقالة الحلبوسي، ربما تلقي بظلال هذه القرارات على المشهدين السياسي والأمني في العراق؟ العراق ضمن بسبب هؤلاء الأحزاب السياسية ضمن بوتقة الصراعات الدولية، وبالتالي يجري على في العراق صراعات سياسية خاضعة لأجندات دولية وليست محلية، وانهيار اقتصادي معروف وواضح، وبالتالي أيضا انتشار السلاح، يعني لا زال الميليشيات الأجنبية تتظاهر بالقرب من منفذ طرابيل لتحقيق غايات. اليوم وصلتني معلومة أن اليمنيين الحوثيين يفاوضون مدير منفذ طرابيل على حصة مالية من المنفذ لصالح الميليشيات. إذا نتكلم عن صراعات داخلية، فهذا يؤكد على أن العراق متجه إلى مرحلة من التدهور الخطير والكبير. ولذلك هناك أيضا معلومة دقيقة أن فرق اغتيالات خاصة من الميليشيات ستقدم على اغتيالات مهمة ضد التيار الصدري، وقد حدثت في البصرة. إذا نحن أمام حالة كبيرة وواسعة، ربما ابتدأت بالحلبوسي لكن لن تنتهي، وبالتالي نحن أمام تصاعد للأزمات. ولذلك مطلع عام 2024 متوقع أن يكون انفجار شعبي وتظاهرات عارمة. لذلك أمام حقيقة يعني قضية صعبة بكافة المستويات على العراق ستمر خلال الأسابيع والأشهر القادمة. سيد عبد القادر النائل، إذن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لكم.